نشرة السابعة والثلث نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. اشتد يا أزمة تنفرشي، عبارة اشتهر بها الرئيس الراحل رشيد كرامي يتم هذه الأيام تداولها في المحافل السياسية المحلية، إيمانا بقدرة المخلصين من أهل البلد على تخطي حفرة الانتخاب الرئاسي المعقد نحو آفاق أفضل. والكلام الصريح الذي لا يحتمل تأويلا هو أن اليومين اللذان سيسبقان جلسة الانتخاب سيكونان المفصل بين انتخاب يجمع وآخر يفرق. صريح الكلام عن عودة الرئيس نبيه بري من الخارج ستكون قبل يومين من جلسة الانتخاب، وأن مشاورات سريعة ستتم حينها لتكون الجلسة جامعة أم مفارقة بين موالاة ومعارضة جديدتين. ولقد سافر الرئيس سعد الحريري إلى الرياض للتشاور في الخطوات التي قام بها والتي تحمل حلة جديدة في المضمار السياسي على أي عودة قبل عودة الرئيس بري، في وقت تحركت النائبة بهية الحريري في عكار داعمة توجه الرئيس الحريري، وأيضا في وقت تحرك الوزير المستقيل أشرف ريفي معارضا لترشيح أي قيادي في قوى الثامن من آذار. اللاعب السياسي الذي يجيد قراءة الأحداث أي النائب وليد جنبلاط تشاور مع أركان اللقاء الديمقراطي وترك القرار الحاسم للأسبوع المقبل. إذن النائب وليد جنبلاط رأس اجتماع اللقاء الديمقراطي بحضور المرشح الرئاسي النائب عمري حلو وتيمور وأصلان جنبلاط وبمشاركة نواب ووزراء اللقاء الحاليين والسابقين. اللقاء في المختارة تناول الخطوات والاتصالات بهذا الشأن، على أن يعقد اللقاء الديمقراطي اجتماعا ثانيا الأسبوع المقبل لاتخاذ الموقف النهائي فيما يتعلق بجلسة 31 من تشرين الحالي. النائبة بهية الحريري من عكار ترى أن الخصومات لا تبني الاستقرار ولا تحقق الازدهار، مشيرة إلى الاضطرار للتنازل من أجل الوطن، فيما النائب معين المرعبي يشدد على مسيرة تيار المستقبل ويشد على يد الرئيس سعد الحريري في إنهاض الوطن والدولة. من معهد تكريت الرسمي وفي حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والفعاليات العكارية، أكدت النائبة بهية الحريري التي كرمها الحاضرون والقيمون على المعهد وعلى القطاعات البلدية والتربوية في عكار، أن لا استقرار ولا قيامة للبنان ما لم يبدأ الاستقرار خصوصا الإنمائي والتربوي لعكار. النائبة الحريري وعدت بحمل ملف إقامة فروع للجامعة اللبنانية في عكار إلى المسؤولين، مشيرة إلى أن الأرض موجودة والدراسات لتشييد المباني تتبلور وستبحث في الأمر مع المعنيين. أن لبنان الآمن والمستقر والمزدهر لا يمكن أن يتحقق ما لم يأتي كل الرؤساء وكل الوزراء وكل النواب وكل النخب إلى عكار ليتعلموا المواطنية في مدرستها الوطنية. وأنني أقول وبصوت عالي أن لا قيامة للبنان ولا استقرار في لبنان ما لم يبدأ الازدهار في عكار. أيها الأهل الأعزاء، إننا نقتدي بكم وبأخلاقكم وقيمكم ووطنيتكم في كل مرة نضطر فيها لتقديم تنازل من أجل سلامة واستقرار الوطن، ونأخذ من تسامحكم مع كل لبنان مثالاً ونموذجاً لنهجنا وعملنا، لأن الخصومات لا تبني الاستقرار ولا تحقق الازدهار. النائب معين المرعبي شدد في الاحتفال على أهمية ما أنجزه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك الحريرية السياسية في المجالات التنموية والتربوية والوطنية، وأشار إلى أن مسيرة تيار المستقبل تبقى دائما عالية الأهمية في إنهاض الدولة والمواطن. المسؤوليات بدنا نحطها على بعضنا البعض، بدنا نقعد نلوم بعضنا البعض. إذا بدي الحق أنا ولوم يا أخوان، بعتقد أنه واحد حيكون مرتاح وما حدا يكون مبسوط. على كل حال، نحن أملنا بأنه نحن نقدر يوم من الأيام وبسرعة كافية برعاية ومتابعة مباشرة من دولة الرئيس سعد الحريري، من أنه نقدر ننظم عكار بشكل نفتح فيها مناطق صناعية، نقدر نفتح مطار الليعات. وقد كان توافق في كل الكلمات التي ألقيت على أن منطقة عكار والشمال عموما نموذج للعيش المشترك ولمدرسة الوطنية. وزير المال علي حسن خليل اعتبر أنه لا يمكن لفريق أو مجموعة فرقاء أن ينفردوا بتحديد خيرات اللبنانيين،
مشددا على أهمية احترام تلك الخيارات من خلال صياغة التفاهمات الوطنية العامة التي تسمح بالخروج من المأزق السياسي. الوزير خليل الذي كان يتحدث في خلال المؤتمر البلدي لحركة أمل في الجي أكد أنه من غير المسموح أن يفكر أحد بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة. الوزير المستقيل أشرف ريفي رفض وصول العماد عون إلى بعبدة، وأمام أنصاره في طرابلس رفض قيام محافظ الشمال بإزالة اليافطات من المدينة. شن وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي هجوما غير مسبوق على الرئيس سعد الحريري والمرشح الرئاسي النائب العماد ميشيل عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق وعلى من وصفه المحور السوري الإيراني، معلنا أمام حشد من أنصاره في طرابلس عن رفضه وصول من وصفه مرشح حزب الله إلى قصر بعبدة مهما كلف الأمر. الوزير ريفي شدد على وحدة اللبنانيين والعيش المشترك. نعم لبنان وطن للعيش المشترك، نعم للبنان الحرية والسيادة والاستقلال. أيها الأخوة، نرحبكم في طرابلس مدينتكم التي تعتز اليوم بوجودكم فيها للتعبير عن موقف وطني في لحظة تاريخية حساسة. ريفي أشار إلى أن محافظ الشمال رمزي نهرة أزال اليافطات المعارضة لتبني ترشيح العماد عون بإعازة من وزير الداخلية نهاد المشنوق، سائلا من لا يستطيع تحمل يافطة كيف يمكن له أن يتحمل معارضة. نهرة من جهته نفى أي علاقة لوزير الداخلية بإزالة اليافطات، بل هو قرار قديم وحذر من تعليق يافطات جديدة. وفود التيار العوني تتابع الجولات الرئاسية حاملة بعض تطلعات المرشح عماد عون. النائبان نبيل أولى وعباس هاشم التقيا النائب عبد الرحيم مراد، حيث كان تشديد على وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصا لمنع حصول مزيدا من التدهور السياسي والاقتصادي ومن أجل إعادة ورشة النهوض بالدولة والوطن. وتمنينا عليه أنه بهالمرحلة اللي جاية يكون تعاوننا نحن وياه من أجل خدمة المجتمع اللبناني والشباب اللبناني يلي كلنا منعرف قديش له الأيادي البيضاء بهالموضوع. هذا إن الأوان ليكون عنا، ليصير عنا رئيس جمهورية، ليصير عنا رئيس جمهورية ويصير عنا حكومة ونبدأ نشتغل ورشة عمل، لأنه كثير كثير محتاج الوضع في لبنان شد الهمم لمعالجة كثير من القضايا، وخاصة الوضع الاقتصادي المتردي اللي صار يعني عبء على المواطنين والأهالي، أيضا معالجة جذرية لكثير من الأمور التي تحتاج لاستقرار مستقبلي بالبلد. وبيجي على رأس هذه المعالجة الوصول لقانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة، أن تشكل حكومة وحدة وطنية كاملة تتمثل فيها كافة القوى، مش يعني هيك استنسبية ولا شيء، كافة القوى وكافة القوى السياسية. اتفاق الطائف لم يطبق كاملا، والمفروض أنه يطبق البنود التي جاءت فيه تطبيقا، وبعتقد أنه إذا طبقناها وخاصة مثلا على سبيل المثال اللامركزية الإدارية أو بعض الأمور الثانية، بعتقد أنه كثير مهمة بتكون. الأهم أيضا أن يعني تكون هناك وحدة كلمة فيما يتعلق، نتمنى فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، ووحدة كلمة فيما يتعلق بتشكيل الوزارة القادمة، وهذا نتطلع لدولة الرئيس نبيه بري، ونتمنى أن يكون هناك توافق مع الرئيس نبيه بري بالمرحلة القادمة أيضا، سواء مرحلة الرئاسة أو مرحلة تشكيل الحكومة. نتابع النشرة بعد الفاصل. أحييكم مجددا. في مجال آخر، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عرض مع رئيس جمهورية فيجي للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن الحوادث تخطت كل المراحل، معتبرا أننا في نهاية المرحلة السابقة، وتمنى جعجع في تغريدة له عبر تويتر أن نصل إلى رئيس في الجلسة المقبلة، طالبا من كل القوى أن تلتف حول العماد ميشيل عون.
من جهة ثانية تمت عملية التسلم والتسليم بين الأمين العام لحزب القوات اللبنانية المستقيل فادي سعد والأمين العام الجديدة شانتال سركيس في مقر الأمانة العامة للحزب في معرب. جعجع الذي بارك هذه الخطوة قال: أذكر أن القوات هي حزب يحمل ضمير القضية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء، ولا يمكنها أن تفكر إلا ببلد سيد حر ومستقل. لفت النائب زياد أسود إلى وجود عقدتين بشأن الاستحقاق الرئاسي، هما عقدة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقدة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، وأن العمل جار لحل هاتين العقدتين، فلا أحد يريد إقصاء أحد أو التقليل من دور الرئيس بري. ورأى أسود أن هناك إمكانية للوصول إلى حل قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 31 من الشهر الحالي. برأي الصحفي قاسم قصير، العماد عون هو صاحب الحظ الأكبر في الانتخابات الرئاسية، والأصوات الاعتراضية سيتم العمل على تذليلها في الأيام المقبلة قبل 31 من تشرين الأول. نيلة شهوان. 9 أيام تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي، ومع تبني الرئيس الحريري ترشيح العماد ميشيل عون، فإن العثرة الوحيدة المتبقية هي تليين موقف الرئيس نبيه بري، والذي بحسب الصحفي قاسم القصير فإن حزب الله يعمل على تخفيف التوتر بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، مشيرا إلى أن خطاب السيد نصر الله المرتقب الأحد سيتضمن بعض المؤشرات. هناك معلومات مؤكدة أن حزب الله بدأ وسيتابع جهوده من أجل ترتيب الإشكالات التي أدت إلى اعتراض رئيس نبيه بري على ترشيح العماد ميشيل عون، وقد نجح الحزب في تخفيف أجواء التوتر بين تيار الوطن الحر وبين حركة أمل ورئيس نبيه بري، وهناك حرص يعني من حزب الله حسب معلومات على يعني أن تكون جميع الأطراف في التسوية السياسية، وإذا افتراضا وصلنا إلى يعني صعوبة إمكان دخول الجميع على أن حماية الاستقرار السياسي وأن تستمر العملية السياسية وفق الآليات الديمقراطية. مصلحة حزب الله أن يكون هناك استقرار سياسي بالبلد، والرئيس الحريري سيكون رئيس حكومة العهد الأول، والتي من أولى مهماتها الانتخابات النيابية. هناك مهمات صعبة أمام العهد الجديد سواء داخليا أو خارجيا، وهناك يعني جملة تحديات يعني يفترض العماد ميشيل عون يعالجها، منها مثلا دور حزب الله في سوريا وحماية استقرار داخلي. لكن في حال تم انتخاب العماد ميشيل عون وتم تكليف الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، أظن أن جميع الأطراف ستكون معنية بإنجاح العهد الجديد، وهذه إحدى الضمانات التي قدمت للرئيس سعد الحريري سواء من قبل العماد عون من خلال المفاوضات أو ما أعلنه أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله في أكثر من خطاب، أننا نريد نجاح المرحلة المقبلة ونحن جاهزون لتسهيل وتقديم كل الضمانات من أجل نجاح العهد الجديد. قصير سأل عن مصير الأصوات الاعتراضية في تيار المستقبل. يمكن بعض النواب اللي لن يعود لهم حظ يعني في العودة إلى المجلس النيابي، يمكن بيعتبروا أنه رح يأخذوا موقف مبدئي يرضي قناعتهم الشخصية، لذلك لا يعول على هذا الموضوع. أنا برأيي المهم الكتلة الأساسية داخل تيار المستقبل أن تكون يعني خلف الرئيس سعد الحريري، وهناك تحدي أمام الرئيس سعد الحريري بإعادة الإمساك بزمام قيادة تيار المستقبل. انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية فيما لو حصل آخر الشهر بحاجة إلى دورة ثانية، أي نصف زائدا واحدا، والعقبة الأولى أمام العهد المقبل ستكون في تأليف الحكومة. الرأي هو للدكتور عماد شمعون نوال الأشقر. 9 أيام تفصلنا عن جلسة انتخاب الرئيس التي كانت مقررة قبل التطورات الرئاسية الأخيرة، فهل ينتخب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية في الجلسة المقبلة أم أن هناك معوقات جدية قد تحول دون انتخابه؟ وماذا عن حاجته إلى ثلثي الأصوات في الدورة الأولى في مقاربة لرئيس المجلس الوطني من أجل الفيدرالية دكتور عماد شمعون؟ ما في شك أنه المنحة رايح باتجاه إذا بدك عم تتقدم الأمور لصالح العماد عون، والخطوة اللي عملها الرئيس حريري كانت خطوة كبيرة، وكان حطة جديدة بتعطي حظ أكبر باتجاه أنه الوصول بالعماد عون لرئاسة الجمهورية. ولكن مش معناته أنه صارت بالسيلة،
مش معناته أنه الأمور حسمت. بعد في كتير أمور ضبابية جدا. أول شيء هلأ لازم نشغل عليه أنه يصير في نصاب. حتى بالنصاب العماد عون ما عنده التلتين، وبالتالي رح نروح باتجاه دورة تاني لحتى يصير في انتخاب نص زائد واحد بمن حضر. بمن حضر ما في شك هي بتخفف من حجم الوهج اللي بده يوصل من خلاله الرئيس العتيد. ماذا عن الاستحقاق الحكومي، وهل من ضمانات للرئيس الحريري؟ مرحلة ما بعد العماد عون في حال صار رئيس جمهورية لح تكون قدها الأزمة كانت كبيرة، لح تطلع فاصلة قدام الأزمات اللي ناطرتنا والمفاجآت اللي ناطرتنا. كمان هل يا ترى الشيخ سعد الحريري ضامن وصوله لسدة رئاسة الحكومة؟ هيدا مفصل كبير. تشكيل الحكومة هل رح يكون في له حصة وزنة، ولا رح تكون الوزارات في الدولة طابشة لصالح التيار الوطني الحر وحزب الله؟ البيان الوزاري هل رح يقبل الشيخ سعد يقول الثلاثية اللي دائما بيركزوا عليها حزب الله؟ جون كيري، يعني أشكك بإمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى الانتخاب عندما قال لست متأكدا، وتوقيت هذا الحديث يعني كيف تقرأه؟ أول شيء بالضبط يعني معناته هالاستحقاق اللبناني وارد بذهن السياسة الأمريكية، معناته ما بيمرق وكأنه مش عم بيصير، والتصريح كان بارد، ما في شك أنه كان بارد، وبدلل على أنه ما عطوا لخطوة الشيخ سعد الحريري الحجم المطمئن ليضمن وصول العماد عون. كمان بدي أقول إشارة مهمة كتير، إذا الشيخ سعد رشح العماد عون ما حدا يتبادر لذهنه أنه هذا موقف المملكة العربية السعودية الرسمي. المملكة العربية السعودية قالت له حر التصرف، لذلك هي ما عطت بعد رأيها إذا هي مع هالخطوة ولا لا. شمعون يختم بالقول حصل تقدم كبير ولكن الموضوع لم يحسم. وإلى الصفحة الاقتصادية. في الاقتصاد اليوم، ماذا لو تم انتخاب رئيس للجمهورية؟ ما هي الأولويات في الملفات الاقتصادية؟ دكتور أديب تعمرة إلى حضرتك. أهم شيء أنا رأيي إعطاء انطباع للناس للبنانية أنه انتقلنا من مرحلة لمرحلة، يعني إعادة الثقة عند اللبناني، يعني أنه خلصنا من نظام فتنا بنظام جديد. نعم. مثلا إذا بدنا نحكي عن الشفافية بالعالم، هلأ في عهد الشفافية الجديد، لازم لبنان يفوت بقى بالشفافية، يلتزم بمعايير الشفافية. لبنان هلأ لازم يرجع يبني الدولة. نحن مشكلتنا أنه الطبقة السياسية قتلت الدولة، هلأ لازم الدولة ترجع تنعيد. وعدم وجود الدولة قتل الاقتصاد، لازم الاقتصاد يرجع ينعيد. لازم نخلص من الكذبة يلي هي أنه المصارف نميت يعني نمي الاقتصاد، يعني البطالة بنسميها الهجرة، يعني المحاصصة بنسميها مؤسسات. لازم نرجع على المبادئ الأساسية، نرجع نعيد الدولة. يعني نحن مثل ما نعرف من يومين مجلس النواب أصدر قانون تطبيق الكتكة بلبنان. تطبيق الكتكة شو أهميتها بموضوع الشفافية، وهل ممكن للاقتصاد اللبناني أنه يتحسن يتقدم بعد تطبيقها؟ يعني أكيد ممكن للاقتصاد اللبناني يتقدم، يعني الاقتصاد اللبناني إذا قدر يرجع يخترع حاله، ما بقى كيف؟ مبني على سرية المصرفية يلي خلصت، صار مبني على نقاط قوة لبنان يلي لازم نخلقها. يعني تعطيك مثل عن الشفافية وعن تأثيرها على الفساد بلبنان. يعني واحد حرامي لبناني مقيم بلبنان عنده حساب بسويسرا، مجبورين السلطات السويسرية البنك بسويسرا يعطي معلوماته لمصرف لبنان ويعطي معلوماته لوزارة المالية اللبنانية. وكمان بالعكس، كمان واحد حرامي عيش برات لبنان، مقيم برات لبنان، مجبور لبنان يعطي معلوماته للبلد اللي هو مقيم فيه. يعني ما حدا فوق راسه خيمة، يعني كل شيء صار مفضوح. نعم. كل شيء صار شفاف، صار عهد الشفافية. لازم يصير عهد الأوادم، لازم يصير في عهد الناس اللي عنده شيء تعطيه، مش اللي عنده شيء تخبي. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل. نتابع قراءة النشرة. الهدنة في حلب مستمرة، لكن عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفذ بعد. هدوء حذر يسود مدينة حلب في ثالث أيام وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا من جانب واحد، ويقضي بوقف القتال أثناء النهار لأربعة أيام متتالية.
وربطت الخارجية الروسية إمكان تمديد الهدنة بالتطورات التي قد تحصل السبت. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الجمعة أنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى تحاول التوصل لوقف إطلاق النار في مدينة حلب. المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أنه رغم الهدوء الذي ساد المدينة إلا أن عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفذ بعد في ظل استمرار ضربات جوية سورية وروسية على الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن مهمة روسيا في سوريا هي تحريرها من التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون تقسيم البلاد، وأضاف في مقابلة تلفزيونية إن الهدف ليس إقامة قاعدة مؤقتة بل إنها وسيلة لتحقيق أهداف الذي أعلنها بوتين، وهي مساعدة السلطات السورية المشروعة في قتالها لداعش، مضيفا أنه لا يتوقع نهاية الصراع السوري في المستقبل المنظور. في وقت أوضح رئيس الوزراء التركي أن المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا طردت الإرهابيين من 1270 كيلومترا مربعا في شمال سوريا. في العراق، معركة الموصل تشرف على نهاية الأسبوع الأول من انطلاقها، وتنظيم داعش الإرهابي يحاول تأخيرها عبر عملياته الانتحارية في كركوك، في مقابل تصميم عراقي ودولي على طرد التنظيم من الموصل وضواحيها. وفي الملف حديث عن شبه تفاهم بين بغداد وأنقرة على مشاركة تركيا في المعركة ضد داعش. في اليوم السادس من معركة تحرير الموصل من قبضة داعش، تقدمت القوات العراقية المشتركة تحديدا الفرقة الآلية المدرعة التاسعة والقوات المتجحفلة باتجاه الحمدانية، فحررت المستشفى العام فيها ورفعت العلم العراقي فوق مبناه. كذلك حررت مبنى القائمة القومية الحمدانية معقل التنظيم من سيطرة داعش، لتكون بذلك حررت نصف مساحة المدينة، وما زالت الاشتباكات مع الإرهابيين مستمرة. مصادر عسكرية أفادت بتمكن القوات العراقية المشتركة من اقتحام تل كيف إلى الشمال من الموصل، وأفادت وكالة الأناضول التركية أن تنظيم داعش فجر نينوى أوبري أكبر فنادق المدينة. وإلى كركوك، حيث أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإرسال قوات إضافية إلى هناك لمطاردة الإرهاب، أعلن التلفزيون العراقي أن القوات العراقية سيطرت بالكامل عليها وأنه تم رفع حظر التجوال جزئيا، وذلك بعد اشتباكات أدت إلى مقتل 46 شخصا وإصابة 133 آخرين بجروح غالبيتهم من عناصر الأمن. وتزامنا مع التطورات الميدانية، أعلن عن وصول وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى العراق للاطلاع على تقييم الحملة العراقية المدعومة من بلاده لاستعادة الموصل، ومؤكدا أن الدول التي تساعد العراق تحترم سيادته ولا تقدم المساعدة إلا بموافقته. وهنا جاء الرد من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد اجتماعه مع كارتر برفضه للعرض التركي بالمساعدة في معركة الموصل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي شهد في الموصل قبل 3 أيام وهو يحفز المتشددين، متوقعة عدم انتهاء معركة الموصل سريعا. في اليمن، تبادلت قوات الحكومة اليمنية وقوات الحوثي الاتهامات بخرق وقف لإطلاق النار مدته 3 أيام في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لوقف القتال المستمر بتمديد الهدنة، ويهدف وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي بمنتصف ليل اليوم إلى تمهيد الطريق أمام المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب. وقال سكان ومسؤولون محليون إن القتال البري احتدم بلا هواء وهذا رغم الهدنة، إلا أن الهجمات الجوية على العاصمة صنعاء توقفت وانخفض عدد الضربات الصاروخية للحوثيين على السعودية. أعلنت مصادر قضائية أن محكمة النقد المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته. مزيد من الأخبار الدولية. لقي 19 شخصا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر في شمال غرب سيبيريا ليل الجمعة السبت، كانت تقل 22 شخصا. وقالت لجنة التحقيق أن الحادث قد يكون ناجما عن خرق قوانين سلامة الطيران أو مشكلة ميكانيكية أو ظروف مناخية صعبة.
أعيد فتح مطار لندن سيتي بعد 3 ساعات على إغلاقه على إثر حادث كيمائي تطلب معالجة 27 شخصا عانوا من صعوبات تنفسية وإجلاء 500 مسافر. وذكرت الشرطة البريطانية أن عمليات البحث سمحت بالعثور على ما يشبه بخاخ للغاز CS الذي يستخدم في مكافحة الشغب. بإعلان لجنة تنظيم الانتخابات في فنزويلا تعليق تنظيم استفتاء حول بقاء الرئيس نيكولا مادورو، عاد التوتر مجددا بين الاشتراكيين الموالين لمادورو وتحالف المعارضة الذي وجه نداء إلى التظاهر الأربعاء القادم مع جمع التوقيعات على مدى 3 أيام على عريضة تطلب إجراء استفتاء لإقالة رئيس البلاد. شارك الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الحفل الغنائي الأخير الذي يحضره كرئيس للولايات المتحدة في البيت الأبيض وحمل عنوان Love and Happiness وأحيته المطربة جيل سكوت. تجمع عدد كبير من التايلانديين بعدما اتشحوا بالسواد أمام القصر الكبير في بانكوك لإنشاد السلام الملكي تكريما لملك تايلاند الذي توفي الأسبوع الماضي. وقال منظمو الحدث أنه جرى تصوير المواطنين كي يعرض التسجيل في دور السينما. كشفت روسيا النقاب عن تميمة كأس العالم 2018 لكرة القدم والتي ستقام في روسيا، وهي الذئب زابيفاكا باعتباره رمزا للمتعة والجاذبية والثقة بالنفس. وتقول الفيفا أن معنى اسم الذئب هو الهداف، وأن التميمة حصلت على 53% من الأصوات التي زادت عن 1,000,000 صوت في مقابل حصول شكل النمر على 27% وشكل الهر على 20%. بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة. وملتقانا يتجدد في النشرة الليلية، إلى اللقاء.